الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أبدأ مراقبون ومختصون استغرابهم من استمرار موسم تسويق الحنطة في السيلوهات الحكومية بالعراق في وقت انتهى فيه حصاد المزارعين من المحصول. وأكد مصدر من داخل وزارة التجارة أن من يشرف على عملية الفساد هذه مجموعة من التجار ورجال الأعمال ممن يرتبطون بالمكاتب الاقتصادية للميليشيات عقب استيرادهم محصول الحنطة التي يصل سعرها إلى 400 دولار للطن أو ما يعادل 500 إلى 600 ألف دينار عراقي في أحسن الأحوال وإدخالها عبر التهريب إلى العراق. وبين المصدر أن هؤلاء التجار ومن يقف خلفهم يحققون ربحا لا يقل عن 250 ألف دينار عراقي لكل طن. أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية في العراق عن كميات المنتجات التي تم بيعها في شهر حزيران الماضي، مشيرة إلى بيع 977 مليون لتر بنزين في منافذها التوزيعية. وقال مدير عام الشركة حسين طالب إن كميات البنزين المباعة عبر المنافذ التوزيعية كافة وبأنواعه الثلاثة المحسن والعادي والسوبر وصلت نحو 977 مليون لتر، وكميات الغاز بنوعيه العادي والثقيل وصلت إلى 947 مليون لتر. أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في كردستان العراق إيداع حكومة بغداد مبلغا ماليا يصل إلى قرابة 700 مليار دينار كرواتب للقوات الأمنية في مدن كردستان لشهر أيار وحزيران الماضي. وقالت الوزارة إنه تم إيداع مبلغ مقداره 676 مليارا و36 مليون دينار في حسابها المصرفي لتمويل رواتب شهري أيار وحزيران لقوات البيشمركة والأجهزة الأمنية في كردستان العراق. تباطأ تضخم أسعار المستهلك السنوي في السعودية إلى 1.5% خلال شهر حزيران الماضي نزولا من 1.6% في شهر أيار السابق له. وأرجعت الهيئة نسب التضخم المسجلة في حزيران على أساس سنوي إلى ارتفاع أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 8.4%. وارتفعت أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 10% في شهر حزيران مع استمرار ثورة الطلب على العقارات منذ مطلع العام الجاري. استقرت أسعار النفط ليحوم خام القياس العالمي برنت قرب أدنى مستوى له في الشهر الذي سجله في الجلسة السابقة، حيث تضاربت مؤشرات ضعف نمو الطلب مع الصين مع احتمال انخفاض مخزونات النفط الأمريكية. وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت 4 سنتات ليصل إلى 83 دولارا و69 سنتا للبرميل، كما تراجعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات أيضا ليصل إلى 80 دولارا و72 سنتا للبرميل. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. ختام الموجز إلى اللقاء.